أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وأشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله يا ديسمبر العز والإباء، من تطل بذكرى عيد الشهداء تهز عروش الطغمة من آل العتوب، تنضح بغيرة وشعور الكبرياء، تجدد الآمال في الشعب السليب، تشعل الوجدان في فصل الشتاء، وعلى جدران الشرف للصور تعيد ذكريات التضحية ومعنى العطاء، وكل عبارات التحدي والوعيد نثأر الكل مجزرة وكل اعتداء إن شاء الله. السلام على الشهداء السعداء، وعلى عوائلهم الأوفياء، وعلى الجرحى والسجناء، وعلى المطاردين والغرباء، وعلى الراحل الشيخ الجمري رمز الإباء، وشعب البحرين وثورته المؤيدة والمنصورة من السماء إن شاء الله. والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وإلى آخر الآية، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين المضحين بالجنة ويرسل البشارة بأن ذلك فوز عظيم. وأنا أود في هذه المناسبة العظيمة والكبيرة في نفوسنا وفي تاريخ شعب البحرين أن أشير إلى خمس نقاط سريعة. الأولى، أن احتفاءنا بذكرى عيد الشهداء في حقيقة الأمر هو احتفاء بأنفسنا أو إحياء لأنفسنا نحن، يعني الشهيد ليس بحاجة لنا. يعني أنا أخذت مطلع الآية، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هناك عملية تجارة بين الله سبحانه وتعالى وبين المؤمنين والمناضلين، ووعدهم بأن لهم الجنة، واستبشروا ببيعكم، هذه تجارة وفيها ربح، والشهيد خالد، والشهيد حصل على ما يريد. فأصل إحيائنا لعيد الشهداء هو إحياء إلى نفوسنا إحنا. لما واحد طالع قصة في فيلم مثلا، قصة حقيقية إلى بطل، أو يقرأ قصة مثلا بطل، يشعر أنه هو كأنما يعني من يتعلق بطل بطل يشعر أنه هو كأنه يعني يرتفع، كأنه يسمو، كأنه يرتاح يعني بشكل أو بآخر، كان يريد أن يصبح مثل هذا البطل الذي قرأ عنه أو شاهد عنه. فبالتالي هو يعني هو الذي يستفيد، يعني معنوياته هي التي ترتفع، ليس الشهيد. فبالتالي إحياؤنا لذكرى عيد الشهداء في حقيقة الأمر هو إحياء لأنفسنا نحن. ثم النقطة الثانية، هو إحياء لقضيتنا، لأن الشهداء الذين نحتفي بهم هؤلاء لم يعني يستشهدوا من أجل يعني مصلحة شخصية أو خلاف مثلا في قضية تجارية، هم سقطوا من أجل قضية عادلة، ومن أجل قضية يعني كبيرة، ومن أجل قضية وطن. فأحياؤنا لذكرى عيد الشهداء هو أحياؤنا، إحياء واحتفاء وتجديد لخطهم، لأهدافهم. الأمر الثالث، أن في إحيائنا لذكرى عيد الشهداء، خاصة يعني تاريخ شهداء عيد شهداء، تاريخ عيد شهداء البحرين، هو كأنما هي وقفة للدفاع عن التاريخ الذي يريد أن يحرفه ويزوره ويضلل عليه الخليفيون. وهذه أعتقد واحدة من معاركنا الكبيرة في داخل البحرين، معركة التاريخ، معركة الحفاظ على المعلومات التاريخية وعلى أصالة وكل ما يمت إلى التاريخ وهوية شعب البحرين. هناك تاريخ خليفي يريد، هناك تاريخ يريد أن يجعل تاريخ البحرين يريد أن يجعله الخليفيون خليفيا، يعني البحرين خليفية. في أصل الاحتفاء بعيد الشهداء الذي يعقب الاحتفاءات الخليفية بما يسمى بالعيد الوطني، هنا تزوير تاريخي مهم، لأن الاستقلال حدث في أغسطس ولم يحدث في ديسمبر، ولأن الاحتفاءات التي يروج لها بأنها عيد وطني واحتفالات وطنية هي احتفالات من أجل التغني بالحاكم والدكتاتور. فبالتالي يعني أعتقد أن واحدة من الأمور المهمة في إحيائنا لذكرى عيد الشهداء هو إعادة الدفاع عن تاريخنا الذي يراد له أن يتم تحريفه. رابعا، في حديث
يعني هذا موضوع ليس مرتبط تماما بالذكرى عيد الشهداء، ولكن هو يعني من الأمور أعتقد مهمة التي تشغلنا وتشغل الحالة العامة في داخل البحرين. في حديث بيني وبين أحد الأصدقاء قال لي يعني متحسرا أن المظاهرات في داخل البحرين تقريبا يعني انتهت أو انحسرت، أو لا يوجد تظاهرات يعني كثيرة، يعني أو التظاهرات التي توجد هي تظاهرات جدا بسيطة لا تذكر، ليس لها أثر كثير. قلت له هل يعني ذلك أن الناس راضية؟ قال لي طبعا لا، تأكيد الناس مو راضية، بس لكن هناك مانع أمني، هناك سبب أمني. فسألته هل يعني هذا إذا ارتفع السبب الأمني، يعني مثلا شعرت الناس أنها تستطيع أن تتظاهر في ظروف، يعني الظرف يسمح لها أن تتظاهر وتبدي اعتراضها، هل ستخرج في التظاهر؟ قال نعم بالتأكيد ستخرج إلى التظاهر. يعني الناس لم تتحول من يعني حالة من خندق الخصومة إلى النظام إلى خندق الموالاة. يعني الناس تقولين المظاهرات قلت، يعني الناس ما صارت موالية للنظام. قال لي لا، أكيد ما صارت مظاهرات، أكيد ما صارت الناس موالية للنظام. يعني ما في شيء صاير، يعني عدم وجود التظاهرات بكثرة لا يعني أن النظام فرض سيطرته بالكامل. أعتقد مهم جدا، يعني إحنا واحدة من مسؤولياتنا أن نوضح من قبال الإعلام المضلل بعض الأمور التي يروجون لها في محاولة تثبيت العزائم وإعطاء صورة الغلبة للخليفيين. أنا أذكر تماما في عام 2010، ويعني تناسبت هذه في واحدة من المناسبات، تناسبت مع أيضا انتخابات في العام 2010، كان معتقل تقريبا في البحرين يمكن 400 معتقل أو أزيد من 400 معتقل، وصارت حالة اختطاف واجد في داخل البحرين. وبداية عام 2010 هو بداية العام الذي تم فيه تعذيب الرموز، يعني الرموز سابقا الذين تعرضوا للاعتقال أو للاستدعاء لم يتعرض له أحد منهم للإهانة. في 2010 بدأ مسلسل التعذيب في داخل البحرين، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ عبد الهادي المخوضر، دكتور عبد الجليل السنقيس، تم تعذيبه. وفي تلك الفترة أنا يعني زرت الأربعين في العراق والتقيت بواجد بحارنا، كان هناك نوع من هذا الجو، نفس الجو اللي نعيشه الآن. لكن بعد شهور بسيطة في العام 2011 تهيأت بعض الظروف وانفجرت ثورة تاريخية كانت أعظم وأكبر وأضخم من الثورات أو الانتفاضة التسعينات. يعني حالة الهدوء التي يتخيل إلى بعض الأشخاص أنها تعني أو ترمز إلى حالة استسلام وحالة غلب الخليفيين هي وهم، لأن فرصة الثورة هي قادمة، بل أن أسباب الثورة التي تتفجرت في 2010 هي لا تساوي شيئا تحت الأسباب التي تدعو للثورة في هذه السنوات. هناك حالات من التعذيب فظيعة في داخل السجون، قصص فظيعة، هناك تعذيب للنساء، هناك قتل بالبطيء، يعني الأسباب كثيرة في هذا الموضوع. وبالتالي يعني أعتقد أنه واحدة من مسؤولياتنا أن نقف وقفة أمام الإعلام المضلل. النقطة الخامسة والأخيرة إن شاء الله، طبعا أنا لا أعتقد أن حالة القمع هي السبب الرئيسي في إعطاء صورة أن المظاهرات تراجعت بشكل أو بآخر. أنا في اعتقادي أن القمع في عام 2011 والعام 2012 ليس أقل مستوى بكثير من القمع في الظرف الحالي، لكن الفرق هناك إعلام ملهم وهناك قادة أيضا يلهمون. الآن تقريبا يعني اختفى الصوت اللي يعطي الإلهام ويعطي الحافز ويحرك الجماهير، وبالتالي حينما تختفي بعض القيادات عن المشهد أو تمتنع عن التقدم في الصفوف أيضا يتوارى الآخرون، لأن الكبار لسبب أو لآخر يعني تواروا عن الأنظار. أقول في هذا الصدد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني لا أحد يتوقع أن الخليفيين يعني استوت لهم كل الأمور. الخليفيون رغم ما يملكونه ويحظون به من دعم لم ينتصروا على ثورة البحرين في الإعلام مثلا. فأنا من منتصف العام 2018 والآن نحن على نهايته،
لا أعتقد أن أسبوعا مر منذ منتصف هذا العام إلى هذا اليوم، أسبوع مر لم تذكر البحرين في صحافة وفي إعلام عالمي بصورة تسيء إلى الخليفيين وتمجد بشكل أو بآخر في الثورة. لم يستطع الخليفيون رغم ما يملكونه من أن يحيدوا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثلا، لا يستطيع الخليفيون أن يحكموا البحرين. الخليفيون إنما يتقوون على شعب البحرين بما يحظون به من دعم خارجي، بالتالي هم لا يملكون كل أسباب القوة وإنما هم يحظون بدعم. هذا الإعلام لا نسمعه، يعني الإعلام الآخر الذي يعطي الحماس ويعطي الحافزية إلى البحرانيين لا نسمعه، نسمع الأعلام أو نسمع الأخبار دائما التي تدعو إلى نوع من التي يعني تبث التثبيط والإحباط في النفوس. أخيرا، يعني النظام إذا لم يتمكن من كسر إرادتنا فنحن منتصرون وهو مهزوم. أنا أتذكر في جواب إلى الشهيد سامي مشيم، سأله سامي هذه الخواجة في الدوار بعدما روى تفاصيل عن تعذيبه، تفاصيل بشعة يعني مروعة مؤلمة عن تعذيبه، قال له: بعد كل الذي حدث وجرى لك هل ستخرج مجددا؟ هل ستواصل في مسيرك؟ قال له: حتى الموت، أنا بواصل حتى أموت. يعني أنت وش سويت فيه النظام؟ الرموز يمارس عليهم تضييق كبير، ما زالوا صامدين. وبالتالي هناك صور 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 إباء وصور قوة وصور صمود وصور تؤكد وتحتم لنا أن العاقبة لنا وليس للخليفيين. لكن ونحن أنا أعتقد يجب أن نشعر أننا منتصرون منتصرون معنويا، ونحن منتصرون أخلاقيا، ونحن منتصرون لأننا ثابتين على هذا الدرب، ونحن منتصرون لأننا نمجد ونحيي عيد الشهداء. ويجب علينا أن نستكمل شروط الانتصار الأخرى لكي يتحقق النصر كاملا. وشروط الانتصار هي عدم الاستعجال في النتائج، لأن ثورة البحرين إذا قارنتها بالثورات الأخرى، يعني رغم ما وقع علينا من ظلم كبير، لكن هناك ثورات أخذت عمرا أطول مما نحن فيه من مكابدة وعناء، وهناك مآسي أكثر مثل ما يحدث في اليمن وأنتم تعرفون. فعدم الاستعجال، الإعلام بث الحماس مقابل الإعلام المضلل، المقاومة، مقاومة النظام في شتى الميادين، الميدانية، الإعلامية، القانونية وإلى آخره، الوحدة والتكاتف لأنه شرط أساسي. نحن نختلف على حقنا ويجتمع الخليفيون على باطلهم، وهذا شيء يعني يجب أن نتوقف عنده كثيراً.